العالم كله تاني، كله اللي عنده مواقع سياحية تصلح، وحط تحت كلمة تصلح 9000 خط، مواقع سياحية تصلح لإقامة الحفلات بيعمل ده من غير أي توتر ولا أي قلق على الإطلاق. ولا تخضع الحكومات في الحالة دي بتاعت العالم لأي شكل من أشكال الابتزاز، يعني ولماذا تقيمون الحفلات أمام معبد ال، يعني إيه الضرر اللي أنا عملته؟ وده سؤال برضو. أنا مش بقولك إن في حاجة متعلقة بمعبد حتشبسوت، يعني أنا بكلمك بس بشكل عام عشان يمكن أنا صادفت ده من حوالي 20 سنة مثلا مرة، وكان في حاجة كده مشابهة ما كانتش في أثر مصري قديم، كانت أثر أظن كان أسرة العلوية. كويس. مهم يا سادة يا كرام، الحاجات دي لما بتتعمل أولا بتبقى مدروسة جدا. مدروسة يعني إيه؟ يعني المكان ده يصلح؟ يصلح يعني إيه؟ يعني مثلا والله هذا المكان لا يصلح إن إحنا ندخل جواه لكن نقدر نقيم الحفل أمامه، دي حالة حتشبسوت. طيب في مكان تاني يصلح إن أنا أعمل الاحتفالية جواه، ومش في كل حتة فيه، في أماكن محددة منه، بشرط مثلا عدم إن أنا حتى الحيطان ما بعلقش عليها حاجة خالص، ما بيدقش فيها مسمار، ده بالمعنى الحرفي اللي أنا بقولك عليه كده، ما بيدقش فيها مسمار. بيتم استخدام وسائل مختلفة علشان لو أنا عاوز أعمل أي شكل من أشكال الديكورات في المكان بحيث إن أنا ملمسش المبنى من الداخل ولا حتى من الخارج. طيب النوع ده بالمناسبة بيجيب فلوس تخض في كل حتة في الدنيا. إحنا للأسف مش بنحسوك، يا ريت. إحنا ساعات كده إيه نقع تحت ضغط الابتزاز اللي هو ايه، الحق ده بيعمله مش عارف حفلة في قصر محمد علي، ما يعمل هو معنى ان انا هعمل حفلة مثلا في قصر محمد علي ده معناه ان انا لازم هبوظ القصر؟ يعني ده ما بيحصلش في اوروبا، بكلمك بامانة والله العظيم، لا ده هو بيحصل في اوروبا في قصور اقدم من قصر محمد علي، في قصور مثلا بتعود الى القرن ال15 وال16 فلازم تبقى فاهم انه ده بيجي فلوس كتير جدا جدا. طيب لما بتبقى الحاجات دي بقى عالمية بتؤدي الى اشغالات في الفنادق، وده اللي حصل في الحفلة اللي اتعملت قدام معبد حتشبسوت. حضرتك لو تعرف انه هذه الحفلة ادت الى انه جه عندنا اشغال 100% في الاوتيلات هناك 100%. طب واللي حضروا هناك واقفين الساحة الشهيرة والمزيكا وهي وبتاع 3000 بني ادم، منين؟ من كل انحاء العالم. معانا على تليفون الدكتور احمد عامر، الخبير الاثري المتخصص في علم المصريات والمفتش بوزاره السياحه والاثار، يعني اكتر واحد هيبقى خايف على المكان. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ يوسف وكل الساده المشاهدين طبعا مع برنامج التاسع. يعني انا طبعا مبسوط، طبعا بنتكلم عن حاجات هامه جدا. مع الاسف حضرتك قلت مقدمه قويه جدا، احنا بنتناول المواضيع بكل اسف بدون التعمق في هذه الامور. يعني حضرتك قلت حاجه هامه جدا دلوقتي في موضوع الحفل ده، انا طبعا الموضوع ده جديد علينا في مصر ويمكن خطوه ممتازه جدا. احنا شايفين السيد الرئيس نفسه الفتره اللي فاتت في ابتكارات هامه جدا ان احنا بنعمل نوع سياحه جديد، من ضمنها مثلا سياحه اليخوت، من ضمنها مثلا سياحه الحفلات، ده نوع جديد على مصر. الناس بتتكلم النهارده عن الاثر، احنا طبعا انا واحد طبعا من المتخصصين في المجال وكل يوم والتاني في قناه شكله وبتكلم صحافه والحمد لله. يعني انا عايز بس اوضح حاجه، المعلومات الخاطئه المتداوله عن هذا الامر بالتحديد، وشفت ناس حتى مش متخصصه بكل اسف بتقول لك احنا بنشجع هذا النوع. طب انت عارف انت بتشجع وخلاص ولا لازم تعرف ابعاد الموضوع؟ انا واحد من الناس من الاثريين، انا شايف الموضوع ده كويس جدا. ليه؟ اولا بيبقى مدروس زي ما حضرتك قلت، ثاني حاجه الحفله نفسها كانت بعيده اكتر عن حرم المعبد، ده عند المدخل يعني بعيد جدا، مسافه امنه بمعنى امنه. ثالث حاجه الموسيقى نفسها مش هتاثر على المعبد نفسه زي ما الناس بتتكلم، لان ده مش اول حاجه نتكلم فيها. احنا شفنا حضرتك طبعا كان في احد الاحتفالات برضه في معبد حتشبسوت في شهر 11 احد شركات الازياء العالميه،
وبشهر 12 برضه كان في حاجه هامه جدا لاحد برضه الشركات برضه العالميه اللي شركه بيو عم بتبقى الاهرامات او تقارب التحديد. النهارده النوع ده هام جدا، احنا بندخل حاجات تجيب دخل للبلد. على فكره السياحه الثقافيه اعلى من السياحه الشاطئيه بمراحل جدا، بل العائد نفسه المادي منها هايل جدا. لان النهارده مثلا يعني حضرتك لو شفت الموضوع ده بالتحديد بتاع الحفله بتاعت معبد حتشبسوت او امام مدخل معبد حتشبسوت بالتحديد، كان فوق يعني اللي شاهد الحفله بس على اليوتيوب في خلال 24 ساعه ما يقرب من فوق ال 40 مليون واحد. طب لو قلنا مثلا لو جاب منهم 10% ايه مكسب مصر؟ مكسب عظيم جدا. اولا تروج ببلاش، يعني بمعنى اوضح الناس بتقول الامبريشن بتاعها او الدعايه بتاعتها او الانطباع اللي خدوه. ثالث حاجة النهاردة نسبة الإشغال الفندقي 100%، ولو كان فيه أكتر كمان من 100% كنا قلنا طبعا يعني حاجة عالمية، وتأمين كمان من الدولة المصرية على أعلى مستوى. إن أنت النهاردة بتأمن الناس اللي جاية النهاردة تعمل السياحة، لأن كمان أنت على فكرة أنت عندك الأسبوع الجاي برضه احتفالية هامة جدا في أسوان، تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، يعني طبعا بنتكلم في يوم 22. فدي طبعا احنا حضرتك زي ما انت عارف ان موسم السياحة الشتوية في مصر بيبدأ من نهاية شهر 10 لغاية شهر 3. فاحنا النهارده بنحاول نجيب اكبر قدر من السائحين اللي هم مهتمين بالسياحه الثقافيه، على اعتبار ان السياحه الثقافيه بكل اسف مش واخده حقها في مصر من عدد السائحين اللي بيجوها. احنا عندنا رقم واحد طبعا السياحه الشاطئيه. كمان حاجه مهمه جدا ان السياحه الثقافيه نفسها مصر هي الوحيده على مستوى العالم اللي تستطيع ان تقوم بقياده العالم لهذه السياحه، على اعتبار ان مصر فيها الحضاره المصريه القديمه، الحضاره اليونانيه، الحضاره الرومانيه، الحضاره القبطيه، الحضاره الاسلاميه، ثم الحضاره طبعا العصر الحديث اللي هي الاسره العربيه تنطق عليها. احنا كمان بنشوف حفلات في قلعه صلاح الدين، الناس ما قامتش وما حصلش نفس الهياج اللي احنا شفناه ده خالص يعني بكل اسف. طب ليه لما حصل حفله في معبد عند مدخل معبد حتشبسوت الدنيا اتقلبت كده يعني في مصر؟ مع الاسف في حاجات تستدعي ان احنا بدل ما نشجع وفي نفس الوقت نشوف ايه اللي ممكن كمان نعمله نزود مثل هذه الحفلات. هو احنا مش في 97 كان عندنا اوبرا عايده دكتور؟ بالفعل انا اشتغلت يعني في اوبرا عايده سنه 97 بالمناسبه. يعني المفروض احنا نشجع ونعمل كمان على زياده اعداد السائحين. احنا بنهاجم مع الاسف بدون وعي، يعني يا ريت حتى اللي بيتكلم عارف هو بيتكلم في ايه، يعني اتركوا الامر مثلا للمتخصصين، يعني بس كده بنخاف يعني هو يعني طب يعني بلاش سؤال في السريع على الطاير كده، هو لو احنا بنعمل حاجه هتضر بهذا الاثر العظيم، لو افترضنا جدلا وهو ابعد الافتراضات ان احنا مش عارفين قيمته ومش فارق معانا، هو اليونسكو هتعتقنا؟ ما كنت لسه هقول لحضرتك هذه الجزئيه. على فكره الاقصر المتحف اكبر متحف عالمي مفتوح للاثار المصريه القديمه، يعني على سبيل المثال في مثلا معلومه خاطئه متداوله في التربيه والتعليم يقول لك الهكسوس احتلوا مصر. يا جماعه الهكسوس والله ما احتلوا مصر، احتلوا جزء من مصر. نفس القصه في الترويج للاثار المصريه، الحفله بعيده جدا عن الاثر مش هتضره. وطبعا اليونسكو على فكره في خبر كمان هام من ثلاث ايام ان اليونسكو كمان ادرج مقابر وادي الملوك على قائمه التراث العالمي اللي هي موجوده في البر الغربي في الاقصر. الهكسوس كانوا موجودين في الشمال الشرقي من مصر، وكانت العاصمه في الشرقيه مدينه اسمها اواريس لو انا متذكر مظبوط. وكان علشان الاستفزاز فيبعت الملك بتاع الهكسوس لينا في الجنوب ان اصوات افراس النهر تزعجني اثناء النوم. مظبوط اواريس او افاريس فهو فعلا احنا بنتكلم في حاجات يا جماعه لو سمحتوا لما بس تحبوا يعني بس تتكلم في حاجه تبتدي تقول المعلومه صح، لان انا بقول لحضرتك انا شفت كميه ناس بتتكلم عن معلومات خاطئه بعيد عن المكان خالص، واحنا بنخاف على الاثر ده. احنا اكثر ناس بنخاف على الاثر يعني حتى واحد افتتاح طريق كباشا مر عليه سنه اهوت كان نفس القصه، نسبه الاشغالات برضه خطت 100% والاستاذ الرئيس طبعا شرف في هذا المكان الاثري الهام. في نفس الوقت احنا النهارده بنعمل شغل اثري عالمي جدا، هل المرمم النهارده حضرتك لما الاثر بيتاثر ده مش المرمم بيتعب فيه والاثري مثلا المتخصص برضه بيتعب في هذا الاثر؟ يعني الموضوع مش يا جماعه مش سهل والله، مش ناس وحراس الحضاره برضه يعني اكثر ناس بتخاف على الاثر ومعرضين لكل حاجه. فاحنا واجهه مصر ده ده بالتعبير المصري الفصيح ده لقمه عيشي، انا اكثر واحد هيحافظ عليها فعلا دي لقمه عيش. يعني وبعدين بلد كل يوم شغاله على بعثات، يعني انا دايما الحقيقه ببقى اتواصل مع الدكتور مصطفى وزير، فكل شويه عندنا بعثات وكل شويه عندنا اكتشافات جديده وكل شويه عندنا حاجات كبيره. طب بلد عندها هذا الاهتمام
هتروح تدمر اثارها يعني. لا دكتور، لا لا كلام مش كلام لا يعقل يعني، يعني كلام مش منطقي. بس مع الاسف السوشيال ميديا بتروج للموضوع بشكل يعني، يعني مع الاسف بشكل خاطئ. كمان حضرتك لو فاكر حتى الضجه اللي حصلت على يعني نقل اربع كباش لميدان التحرير وسلم من طبعا من سارة الحجر اللي هي تانيث عاصمه مصر القديمه، الناس قلبت يا جماعه الاربع كباش نفسهم ما كانوش من طريق الكباش، دول كانوا في خلف السطح الاول وكانوا من اسره 30 وما كانوش معروضين وما كانش حد بيشوفهم. نفس الكلام المسله اللي كانت مقطره ومقطعه تم ترميمها وحطها في متحف مفتوح، يعني اصبح ميدان التحرير ده متحف مفتوح. شفنا المسلات المصريه اصلا يعني في اكثر من مكان على الدول على مستوى العالم، ده متحف مفتوح ميدان التحرير. فكل للاسف الناس بتتناول الموضوعات من على الواجهه بدون التعمق. طبعا احنا اكثر ناس دلوقتي على فكره الايادي المصريه والمرممين عاملين شغل عالي جدا في الاثار بشكل عام بصراحه، يعني كل الناس بصراحه لو متابعه هتلاقي ان هم فعلا بيعملوا شغل كويس جدا. كمان البعثات الاثريه المصريه النهارده بقت تنافس البعثات الاثريه الاجنبيه بقوه، وده اللي على فكره نتاج كوفيد 19. يعني شفنا الناس ازاي عامله النهارده، الاثريين بيطلعوا كميه ما شاء الله يعني، يعني اكتشافات اثريه هائله. اخرها طبعا الاكتشاف الاثري للدكتور زياد حواس يمكن من ايام قليله يعني من 10 ايام تقريبا يعني. فالناس بجد احنا بنحافظ على الاثار بشكل لا حضرتك تتخيله. بل النهارده يعني متوقع في 2024 يوصل في مصر 14 مليون سائح. طبعا حضرتك بتتكلم في رقم كبير برضه، وده قليل جدا برضه بالنسبه لحضاره مصر بشكل عام، على اعتبار ان مصر طبعا يعني يعني هي اللي قبل ما يبقوا 44 مليون سائح يعني يجوا ينورونا. اهلا وسهلا، انا عايز اشكرك يا دكتور، الف شكر ليك دكتور احمد عامر الخبير الاثري المتخصص في علم المصريات، وايضا هو المفتش بوزاره السياحه والاثار.